السلام عليكم ورحمة الله. سوف أحكي لكم اليوم حكاية. عنوان حكايتنا: أخي الصغير في رعايتي. اهتمت أمي بالطيف الجديد، فجعلته ينام في فراشها، تطلب الهدوء عندما ينام حتى لا يزعجه أحد. أما أبي فكل عاد من عمله أسرع إلى فراش الضيف، يحمله ويداعبه ويقبله. تضايقت منهما لكن يلعب معي ويمرح معي. فتسللت يوما إلى فراشه، كان مستغرقا في نومه، فقرسته بشدة في خده، فتعالى صراخه فأقبلت علي أمي مسرعة: ماذا حدث؟ قلت لها: كنت ألعب معه فقط. فنظرت إلى خده الأحمر وقالت: بل أنت الذي آلمته. لم أجبها فهربت بسرعة إلى غرفتي. في المساء حكت أمي لأبي ما حدث، فأقبل علي أبي في غرفتي. فلما كنت أنتظر عقابه احتضنني بعطف وحنان، وقلت له: لماذا هذا الطيف يأخذ كل شيء بكما وعطفكما؟ فأجابني: إنه أخوك الصغير الذي لا يتكلم ولا يقف على رجليه، كنا نفعل معك نفس الشيء. في الصبيحة الموالية وجدت تحت مخدتي سيارة صغيرة، فتوجهت إلى أمي سائلة: من أحضر لي هذه السيارة؟ أجابتني وهي تحضنني: إنها هدية من أخيك الصغير. فأصبحت تشركني في خدمة الصغير، فأمد لها الحفاضة وأعد له الرضاعة، وهكذا حببت أخي الصغير. فأحب يكون عندك أخ صغير يملأ حياتك وحياة الناس. هنا انتهت الحكاية.